قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: لا فرق في استعمال الماء الطهور بين الماء المسخن وغيره. وقد جاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يسخن له الماء فيغتسل به ويتوضأ به. هذا في مصنف أبي شيبة، وصحح إسناده الدارقطني في السنن. وقال ابن قدامة في المغني: ولا يكره الوضوء بالماء المسخن إلا أن يكون حارا يمنع إسباغ الوضوء لحرارته. فالواحد يصير ما يتمم الوضوء من شدة حرارة الماء، فهنا يعني إذا استطعت أن تجد ماء آخر فإنك تتركه، لا لأن في الطهارة به إشكال ولا ما يجزئ، لا، لك لأجل أن تجد ماء تتم طهارتك وتسبغها به، ماء أبرد. طيب يعني من أي وجه ممكن يعني تثار القضية؟ يعني ممكن بعض الناس يقول الماء الذي مسه النار، الماء المسخن هذا يعني لا يكره، يعني بعضهم ذكر كراهة، لكن هذا ليس عند أهل العلم ولا عند المحققين. يعني أن الماء المسخن مثلا يعني فيه شيء يمنع من استعماله، إلا معاني بعض الناس كذا يقول يعني شيء مسه النار كذا، كيف يعني مسته النار؟ أو فنقول ما يمنع. ونحن الآن نحتاج إلى السخانات في الشتاء، سخانات الماء، وبالتالي فإن الوضوء بالماء المسخن لا يوجد فيه أي حرج. وإذا كان شديد السخونة يمنع إسباغ الوضوء، عرفنا وجه تركه أو استحباب، يعني الأفضل تركه لأجل إسباغ الوضوء. الناس الآن طبعا يستعملون السخانات في الصيف وفي الشتاء، صح؟ في الشتاء واضح، وفي الصيف لأن أنابيب الماء حارة اللي تجي على الحنفية البارد، فهو يغلق السخان يفصل الحرارة عن الكهرباء عنه ويستعمله في الصيف، لأن يكون الماء اللي في السخان أكثر اعتدالا، يعني سخان لا يسخن. طيب مسألة الماء المشمس: كره الشافعية الطهارة بالماء المشمس وهو الماء الذي سخنته الشمس. قالوا: لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فإن لاقت البدن بسخونتها أمكن أن تضر به فتورثه البرص، وهو مرض يصيب الجلد. يعني عند بعضهم أن هناك علاقة بين البرص وغسل الجلد بالماء المشمس. ورد في كراهته أحاديث وآثار، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بالماء المشمس أو يغتسل به، وقال إنه يورث البرص، رواه الدارقطني. وعن عمر بن الخطاب قال: لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص، رواه الدارقطني. ولكن هذه الأحاديث والآثار لا تثبت، ضعيفة باتفاق المحدثين، ما تثبت، كما قال النووي في المجموع. والإمام الشافعي رحمه الله لم يكره الماء المشمس كراهة شرعية، وإنما كراهة طبية، لأن عنده مثلا خبر من بعض الأطباء والمجربين أنه يورث البرص، يعني يؤثر، فمن هذا الباب كرهها. فإذا ليست الكراهة التي ذكرها كراهة شرعية، ولذلك قال في كتاب الأم: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب بس. قال ابن قدامة: وحكي عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر. هذا رأي آخر، ابن قدامة ينقله يقول عن أطباء أنه ما يعرف له أثر أنه يضر،
وقال النووي رحمه الله: الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقا، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد. هذا في روضة الطالبين للنووي. وقال في المجموع: لا أصل لكراهته، ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء، فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه. قال: وهو الموافق للدليل ولنص الشافعي، فإنه قال في الأم: لا أكره المشمس إلا أن يكره من جهة الطب، وبما أنه من جهة الطب ما ثبت خلصنا، إذن له مكروه من جهة الشرع ولا من جهة الطب.